مراد تجيب الارزاق. والتكي الرفاعي الصوفيه للسيد يوسف السيد هاشم الرفاعيه في منطقه الشاميه الكويتيه واوراد يوم الاحد. يا الله ويا حي يا قيوم. وابو حامد الغزالي على راسي القطب الصوفي الحي القيوم 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 يا حي يا قيوم. الوالد كان يقول عدتها 450 مرة. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.